على الاجساد ديالهم والتمزيق ديال التسيير ديالهم. كذلك عثر مساله ديال انهم تسياهم في مخفى الشرطه دون تلقي الغذاء ديال الغذاء من عند الاسر ديالهم من عند اعضاء ديال الجمعيه ومن عند المناضلين اللي حاولوا انهم يزودوا مواد غذائيه لان الشرطه رفضت الامتناع. الان هما اعلنوا فورا انهم سيدخلون الى ضرب عن الطعام من الان مادام انهم لم يتلقوا التغذيه اللازمه. بالنسبه للاثر التعذيب، فهمت اثر التعذيب؟ طبعا كاين اثر باديه على كرم الربيع وحمزه ومعاد على وجوههم ديالهم، وكذلك اثر ديال التمزيق ديال الثياب ديالهم، بالاضافه الى التعذيب النفسي سواء المده ديال 3 ايام معتقلين على دون اكل بدون شرب بدون نوم، بالاضافه الاهانات والسب والقذف وما تعرضوا له من مجموعه من جراء ديال الشرطه من طرف الشرطه اللي هزتهم. وهذه المساله كلها تصارت امام وكيل الملك امام الوكيل، وكذلك طالبنا مذكره تم ايداعها من طرف الدفاع اللي حضر اليوم كل مسعودي وبن حماني واستاذ عيسى بن ناصر، طالبنا بتحقيق اتجاه المسؤوليه للمسؤولين اللي احتجزوهم وما تعرضوا له من تعذيب ومن اهانه الى غير ذلك. شكرا استاذ.